هرنانديز بارديدو واعره صراحه الله فرحونا وفرحونا بزاف وديما مغرب ديما 2-1 وتحيه للناس ديال سوق الاربع من طنجه فيفا طنجه طنجه الزو انت شكون حنا انا جيت من فرنسا من مدينه ليل باش نشجع المنتخب ديالنا المغربي اللي لعب مع البرازيل هما رابحين 2-1 فرانشمون الماتش واو روعه الجمهور واعر تنظيم واعر طنجه غزاله ايوا فيفا ماروك كما تعرف الجميع اليوم شنا واحد المقابله اللي فيها النيتيه وداكشي واول مره تنشوفوا مقابله اللي فيها واحد الجو ديال الجماهير اللي جاوا محجوا من جميع المدن المغربيه في مدينه طنجه اللي هي مدينه رائعه وتنتمنوا للمنتخب المغربي يمشي في هذا المسار هذا وتحياتي لهم ومبروك عليهم بعدا الكاس افريقيا في 2024 ان شاء الله في كوت ديفوار تنتمنوا ان شاء الله. انا من كازا نشجع المنتخب الوطني المغربي زعما لعبوا مزيان يعني طنجه داكشي منظم الماتش منظم الناس ديال طنجه ما شاء الله تنشجعوا المغرب 2-1 عاش مروك سعداء بالفوز ديال المغرب وديما مشرفينا والله يوفقهم ديما الفوق الفوق والنجاح دائما المغاربه ديالنا وبعد المناسبه كان لهذه المناسبة ديال رمضان كنباركوا لجميع المغاربة رمضان مبارك سعيد والله يوفقنا والله يخلينا ديما الفوق. احنا اليوم فرحانين بزاف هذا الفوز 2-1 صراحة ما كناش متوقعين بأننا نربحوا ولكن الحمد لله ربحنا بالجوج واحد وتبارك الله عليهم كاملين تبارك الله على الركراكي تبارك الله على بونو حكيمي زياش مهم الدراري كاملين تبارك الله عليهم. الماتش كان رائع والحمد لله ربحنا بكل انتصار 2-1 مانيفيك فيف لو ماروك تبارك الله عليه. قول ركراكي الله يرضي عليك. اللاعب شحال هذه؟ وليد كنا معاك ملي كنتي في الوداد وحنا معاك ملي معاك. شكرا شكرا شكرا. في الوداد. حنا في المغرب وديما راجع. والدراري ديال المنتخب المغربي اكدوا اليوم ان ذاك الانجاز ديال قطر كان في محله وكانوا في المستوى وكان داك الشيء صحيح ماشي كذوب ماشي غير تعاويد داك الشيء بان على التيران اليوم. واحد النتيجه كبيره ضد واحد المنتخب اللي سميتو المنتخب البرازيلي سيري صاوب مصنف رقم واحد في العالم ومنتخب مغربي مصنف 11 وكينتصر عليه اليوم بجوج الاصابات اصابات اللي جاوا على الجداره واستحقاق لعب المنتخب المغربي وحققهم بطريقه يعني كرويه ماشي غير جاوا هكاك. تبارك الله عليكم وانا فرحانه انه خرجنا بجوج لواحد وتبارك الله عليكم ليكيب وديما اسود اطلس. كنشكر هذا الجمهور الغفير اللي حضر هذه المقابله في هذا اليوم العرس الكروي اللي تجمع ما بين الفريق المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي. كما كتلاحظوا المنتخب البرازيلي على الصعيد العالمي كيكون مهيئ مقابلات جد قوية والحمد لله الركراكي ما عندوش تخوف من هذا الفريق ولا أي فريق والحمد لله عندنا الدراري مهيئين وعندنا من أحسن الطراز الرافع والحمد لله احنا جينا مدينة فنيدق وحنا جمعية ديال بينيا برشلونة وكنشكر الجالية المغربية وكنشكر الجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. السلام عليكم، حنا جينا نشجعوا المنتخب من فاس، حنا فخورين بزاف، فرحانين بزاف، تبارك الله علينا، ربي يحضينا، تبارك الله على المغاربة، ديروا النية، ما تنساوش بلي حنا غلبنا بجوج لواحد أقوى فريق، ديروا النية. المقابلة كانت جيدة واستمتعنا. وما الى ذلك كان ليله سعيده اليوم لا كل شيء لا التنظيم كان ناقص شي حاجه كان شي حاجه ديال الزحام كان دخلوا الناس بلا تذاكر 100% كانت الزحام بزاف ولكن عموما كانت ساره جميله هذه الليله الرمضانيه كان جيد طبعا كان ما تفرقش ما بين المنتخب المغربي والبرازيلي كانوا جوج منتخبات برازيليين في الميدان. Enfin, sur le terrain, oui, il y a le match entre le Maroc et le Brésil et je suis là pour dire que c'était un très très bon moment et que Yarbé parce que non, je suis quand même la fin, mais vraiment Yarbé c'était vraiment très très spontané, c'était
quelque chose d'incroyable, une très bonne expérience que je recommande fortement. Et voilà. مولتوني اللي معروف بالرجاء والوداد جيت اليوم لطنجة. ترحبوا بي الناس ديال طنجة واحد الترحاب كبير. طنجة مدينة الحضارة، طنجة تستحق تنظم هذه مثل هذه المباريات كبيرة صراحة. اليوم جمهور غفير جاء من خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن. تحية لي من هذا المنبر. تحية للأمن الوطني على التنظيم ديالهم، كل شيء الحمد لله على ما يرام. في عواشر المباركة، رمضان مبارك سعيد. إن شاء الله المنتخب اليوم حنا ما بقاش كيخلعنا البرازيل ولا حنا لعبنا وصلنا نصف النهائي. السلام عليكم، حنا جينا من مدينة الرباط، نضنا بكري باش نشدوا الطريق في الزحام باش نجيو نتفرجوا في المنتخب اللي الحمد لله فرحونا وشرفونا قدام البرازيل اللي ربحناه بجوج لواحد، جوج لواحد. البرازيل حتى واحد بيبقى يقول لنا لا البرازيل واعر ولا حيتاش ما كاين ما احسن من المغرب، ديما مغرب ديما مغرب. لا كما كتشوفوا التنظيم كان في المستوى، المغرب انتصر بنتيجة 2-1. الحمد لله كلشي فرحان، كلشي بخير، الناس فرحانين، ما وقعوا لا مشاكل لا حتى شي حاجة. وكنتمناو نكونوا عند حسن الظن ديال الجماهير المغربية في التظاهرات والمحافل الرياضية المقبلة إن شاء الله. الحمد لله الفوز اليوم كيأكد على أن المنتخب المغربي التألق ديالو في مونديال قطر ما كانش مجرد صدفة ولا مجرد حظ. الفوز كان مستحق، واللاعبين أداوا أداء رائع أمام فريق ذو تاريخ في الكرة. فشكرا للمنتخب واللاعبين على هذا الأداء وشكرا للجميع. باش تلعب مع البرازيل وتغلبها هذا إنجاز في حد ذاته، حيت ما كناش كنتخيلوا شي نهار غنربحوا البرازيل. جامي صفقوا عليا. حنا مع السي محمد، حنا مع السي محمد ديما مغرب. لا جامي كنا كنتخيلوا نغلبوا البرازيل شي نهار، كان حلم بيان سور. دابا غلبناهم، دابا كاين شي فرقه واحده اخرى عراوه. السي محمد خرجنا قبل من الوقت باقي ما عرفنا. لا ربحنا اصاحبي، الكراكي سير وحنا معاه وحنا دايرين النيه، دايرين النيه وانا توجق في النيه ان شاء الله. وديما مغرب، ديما مغرب، والحمد لله ديما مغرب.